لله على نعمة الإسلام. إسلامه ونرومه كامسار الدين. لأن المسلم الحمد لله لديه عقل ودين، يعرف أن هذه أحجار لا تضر ولا تنفع، جمادات. المسلمين يسمعون تونسوا، جيروم تونسوا، 이러한 돌들이 아무런 우리에게 아무런 이득도 아무런 해도 끼치지 않는다는 사실을 알고 있다. كيف هذه الأحجار الآن نعتقد فيها النفع أو البركة أو الحظ أو أنك مثلا تأخذ أموال أو تتزوج أو سيارة؟ 그럼에도 불구하고 이 어리석은 사람들은 이렇게 남 돌을 이렇게 사두고 여기에다가 축복을 빌고 소원을 빌고 그렇게들 하고 있는데 정말 이성을 사용하지 않는 어리석은 그런 행위.